اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه بنحب نبارك لمنتخب مصر لكره الطائره الرجال اللي استطاع منذ لحظات ان يفوز على فريق الجزائر الشقيق 3-1 ويتوج بطل افريقيا بعد غياب طويل. الف مليون مبروك لمنتخب مصر لكره الطائره الرجال الصعود الى بطوله كاس العالم، وايضا يصبح اقرب او قاب قوسين او ادنى من التاهل لاولمبياد باريس 2024. الف مليون مبروك النادي الاهلي، كنت اقول النادي الاهلي، وطبعا النادي الاهلي دايما هو البطل. منتخب مصر كرة الطائرة استطاع انه يحول خسارته من الجزائر في المجموعة الى فوز في النهائي، ويبقى خسارتك في المجموعة هي الدافع الاساسي لفوزك بالبطولة. الف مليون مبروك. الحقيقة البطولة دي كانت من اصعب بطولات افريقيا على الاطلاق. ليبيا النهارده بتاخد ثالث، الكاميرون بتاخد رابع، الجزائر بياخد ثاني، مصر بتاخد اول، تونس بتطلع من دور الثمانية. يعني الحقيقة بطولة بجميع المقاييس بطولة قوية جدا. الف مليون مبروك. فوز يعني اكيد يحسب للمدير الفني فلافيو الايطالي المدير الفني الجديد، يحسب لكبار الفريق، يحسب للصغيرين، يحسب للخماسي نادي الاهلي، وخاصه حسام يوسف صانع العاب اللي كان ليه دور كبير جدا في الفوز، واحمد صلاح كمان النهارده عمل مباراه مهمه جدا في اوقات حاسمه. خلينا نرجع بقى لابطالنا، رابع العالم في كره اليد 2004. اروح ارحب طبعا باحسن وينج ليفت في البطوله ولاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر بلال ابراهيم. اهلا بيك يا بلال. ازي حضرتك، عامل ايه؟ مبروك على الوقف حضرتك على الرابع، ومبروك على احسن وينج ليفت في البطوله. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. برحب طبعا بنجم الفريق ورابع العالم ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر معاذ عزب. اهلا بيك يا معاذ، ومبروك على الرابع والاداء الرائع اللي انت عملته في بطوله العالم. الله يبارك حضرتك، نورتنا وشرفتنا. خلينا اجي لك يا بلال، يمكن اكيد نبتدي بطوله افريقيا. أداء كان كويس جدا في رواندا، فزنا في كيجالي العاصمة، في صالة كيجالي الرواندية بعد صالة ممتلئة بالجماهير. كلمني عن المباراة دي، وكلمني تاني يوم عملتوا إيه؟ إحنا لعبنا رواندا في المجموعة، وماتش يعني كسبنا فرق كبير، بس ما كانش الأداء كويس. فلما وصلنا الفاينل كنا اللي هو بالنسبة لنا دافع أول أفريقيا لينا في حياتنا برضو، يعني فده دافع، وان احنا برضو ان احنا نحسن النتيجه. اخذنا الحمد لله، كسبنا الماتش مع ان كان الجمهور، كانت الصاله فيها مقفوله علينا. ورئيس الجمهوريه بتاع بيحضر الماتش، حضر الماتش لما كنت انا بلعب، كان بيجي يعني. ايوه حضر. وبعد ما كسبنا الماتش على طول الساعه بعد، واحنا بنحتفل كده كلنا بقى ومش عارف ايه، لقينا ان احنا عندنا تمرين تاني يوم الصبح. كابتن وائل قال لكم تمرين تاني يوم الصبح؟ لا، كان كابتن مجدي. كابتن مجدي ابو المجد قال لكم تاني يوم؟ تاني يوم الساعه 9 الصبح كان في تمرين. نعم. ان احنا كان هدفكم افريقيا، مش هدفنا افريقيا، ان احنا بنلعب اسمه ايه ده، لكاس العالم ذهبيه كاس العالم. لا تعالى، انا عايز اقف هنا بقى. اولا التمرين مش هدف لك فني، انت راجل كسب البطوله. التمرين هدف ورساله. رساله بالظبط يا اولاد، احنا مش جايين اصلا لافريقيا، احنا جايين عشان كاس العالم. عشان كده كان في روح مش طبيعيه في كاس العالم، ان انت جاي روح. بطل برافو. الروح دي كنا مفتقدينها، صدق دي حاجه اول مره في تاريخ المهني ده كاعلامي اشوف منتخب بيكسب بطوله وتاني يوم بيعمل تمرين. بالظبط، ما سمعتهاش قبل كده. أيه. وده يمكن اللي اداكوا الروح ده واللي خلاكوا تادوا بالاداء ده. فعلا. طب معاذ، اجي لك. يمكن البطوله دي كان فيها ثلاث مباريات يعني حاسمين، وطبعا من السيجمنت الاول انا يمكن عرفتها ايسلندا، عندنا كرواتيا، عندنا مباراه فارو. يمكن ثلاث مباريات دول كانوا مباريات مأزمه جدا. ناخد مباراه ايسلندا في المجموعه الاول، كان ظروفها ايه؟ هي كانت المباراه، احنا بدانا المباراه كان في دروب في اول المباراه. فاحنا الدروب دوت احنا يعتبر ما فوقناش فيه غير في اخر خمس دقائق في الشوط الاولاني. كان الفرق وصل كام؟ الفرق وصل لثمانيه. يا نهار ابيض. بس يعني قدرنا نرجع شويه، وصل لخمسه بعد ما الشوط الاول خلص. طبعا بس كتير برضو خمسه. هو طبعا كتير. بتلعب كاس عالم مع فرق مش صغيره. وكان كمان ده ماتش يعني هيصعد، اي خلاص هنصعد مجموعه. يعني هنصعد خلاص. ايه اللي حصل بقى في التاني؟ فطبعا احنا يعني اولا طبعا كابتن وائل ادانا طبعا يعني زي الكلمتين كده اللي هو ايه، دوش. لا الدوش اللي بناخده. ايوه ايوه ده معروف. ايوه بالظبط، ده اسمه كده، اسمه دوش. ايوه هو مش اسمه زي فبوائلنا، وانتوا ما ينفعش انتوا مش جايين عشان يعني. بس احنا كنا لعبنا ماتشين قبليها. كنا لاعبين ماتشين اليابان والتشيك، كسبناهم وكنا زي الفل وكسبنا كتير. كمان التشيك كسبت ايسلندا، فده كان ماتش صعود بتاعهم. اوبا، يعني اللي يكسب في الماتش ده يصعد، وقلبت اكنها كاس او اللي هو ماتش نوك اوت. نهار ابيض. بالظبط. فطبعا يعني احنا قعدنا نتكلم مع بعض، يعني احنا قعدنا قبل ما الكابتن يخلص قعدنا في الاوضه مع بعض واتكلمنا وكده، واللي هو لا لازم نشد حيلنا وكده. مين كابتن فريقكم؟ كان احمد طغيان. بيلعب في لعب نادي الجيش. لعب نادي الجيش، تمام.
فطبعا احنا نزلنا، كنت انا طبعا يعني بدات الشوط الثاني ونهيت الماتش. لعبت الاول انت اخر الثاني اخر الاول اخر الاول في اخر خمس دقائق وبدات الثاني وخلصت تمام. الماتش كله طبعا كان طبعا الماتش كان صعب يعني طبعا. كان عوضنا واحده واحده ولا عوضنا مره واحده؟ لا واحده 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 قوي. احنا يعتبر وصلنا خلاص اللي احنا فرقنا الفرق 3 كان فاضل 5 دقايق على الماتش ويخلص. يعني انتوا قعدتوا تعوضوا 25 دقيقه؟ قعدنا بنعوض وكده وندافع يجي فينا جون نحس ان احنا لا احنا المفروض ندوس اكتر وكده يعني. كانت الدنيا كانت مش ماشيه اللي هو انت انت لعيب دايره هجوم ولا دفاع؟ يعني بتتهاجم اكتر في الدايره ولا بتدافع اكتر زي ابراهيم ولا زي عادل عندنا؟ لا هو يعني انا مش بدافع بس ومش بهاجم بس انا يعني الاثنين. ممتاز، ده حلوه جدا حلوه جدا. فاكر حطيت كام هدف ولا مش فاكر في ماتش؟ انا فاكر في ماتش ايسلندا دوت انا حاطط 5 اهداف بس يعني في الشوط الثاني. ما ده هم اللي عملوا التعويض. طيب هنروح بقى كده على ماتش الفارو، حكى اتكلم عنه يمكن صلاح قبل الفاصل، هنتكلم بقى على ماتش كرواتيا شويه. طب فارو انت كنت في الملعب يعني لعبت فترات؟ انا كنت موجود في الملعب في اخر دقيقه ونص يعني انا اللي كنت سبب في البلن في اللي هي اللي هي قبل الاخيره يعني الكره قبل الاخيره بالظبط اللي هو الهدف اللي جاب الفرق خلى الفرق واحد. ايوه اللي خلى الفرق واحد. انا كنت سبب في البلن ضربه الجزاء ديت يعني. ما شاء الله. طب وانتوا اصل انا لقيت فجاه الفرقه بتضغط، هل انتوا كنتوا لعيبه اتفقتوا ولا كابتن وائل قال لكم اضغطوا في الكورت؟ يعني كان فاضل دقيقه ونص، انتوا اللي خدتوا القرار في الملعب ان انتوا تروحوا تقابلوا الفرقه من البدايه ولا ايه اللي حصل؟ احنا شفنا ان انتوا ضاغطين قوي. هو يعني كابتن وائل اتكلم في حاجه زي ديت بس هو طبيعي ان احنا يعني تضغط خلاص خلاص احنا خسرانين واحنا اللي هو ايه مش باين على حاجه. ما انت لو استنيت هيضيع الدقيقه ونص. ايوه بالظبط كده. احنا مش باين على حاجه فاحنا انت بتضغط وانت عايز تاخد الكره باي طريقه. بس الماتش كان صعب قوي. هو الماتش كان صعب والحمد لله يعني اخر دقيقه ونص يعني انت كان ليك دور. الله كلكم كان ليكوا دور الحقيقه. الحمد لله. طب قول لي برده يا بلال انت ماتش فارو ده كنت في ملعب؟ انا جبت اخر جون. اخر جون اللي في اخر ثانيه ده اخر ثانيه. انا يعني اعصابك ايه؟ طب يعني انا ما كنتش خايف خالص خالص بس انا الفكره انا خدت الكوره ببص على الجون لقيت الجون بيتزحلق وبيقع هو اتزحلق ما اعرفش اتكعبل حاجه كده فانا قلت الجون فاضي. لا هو مش فاضي هو بيتكعبل وواقف فهو انا قلت لو شطها اي حاجه هيعمل حركه عشوائيه فايه فهتتصد يعني هشوطها عشان مش هتروح طبعا مظبوطه بالظبط تقلت شويه فانا فضلت حتى انا سامع ورايا قاعد شوت انا لو ايه انا هروح اهدى انا قاعد اقول لنفسي اهدى روح شوت روح حط الكوره جون صح يعني فسبحان الله بقى يعني جت في 95 59 59 باللحظه الكوره جون والحكم صفر. بس اقول لك على حاجه انت عندك ثبات انفعالي ما حصلش شوت 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 ممكن تتسرع كانت هتتصد ايوه وكمان انت عملت ريسك جامد جدا ان انت قعدت تتقل على كورتك والساعه عماله أيوة. انت كان جزء من الثانيه جزء بالزبط. 1% من الثانيه خلاص كنت كانت كوره بره زماني كان بص الهسه اللي اتعملت لك دي كانت تبقى اسهل شوت قلنا لك شوت قلنا لك شوت طبعا الموضوع كان صعب قوي يعني. انت بعد ما الجون جه بقى وبصيت لقيت اللي انا عملته انا اول ما شوت قلت كده لا انا اول ما شوت انا سمعت الباز صفر طبعا الباز صفر اكتر واحد بيحس الكوره بعد أيوة. انت انا اول ما الكوره اتقطعنا انا حاسس بالوقت ان فاضلي 6 ثواني فالست ثواني دي تديني ان انا اروح او 5 ثواني 4 ثواني 5 ثواني فانا الخمس ثواني دول مش حاسبها طبعا مش شايف التايم بس انا حاسس بالتايم لا في ساعه داخليه ايوه بالظبط تعرف انت تلعب باسكت كويس بجد والله العظيم لان انا كنت لعبت باسكت أيوة. فبقول لك انه اللي بيحسب الساعه الداخليه دي بالزبط. يبقى لعيب باسكت اكتر من يد لان شويه انت عندك التايم اكتر طيب التايم اكتر عندك بالزبط. طيب وفاكر انت ظروف قطع الكره ازاي ايه اللي حصل فاكر المنظر ده طبعا فاكر يعني الثلاث كور لا انا عايز الكره الاخيره الكره الاخيره انا طلعت هو كان عندهم الهاف سنتر هاف بتاعهم ده اخذ احسن هاف في البطوله وهدف البطوله برقم كبير قوي برقم يعني هو اعلى واحد في العالم في تاريخ الهاندبول في كاس عالم ناشئين جاب اهداف ما شاء الله واقرب واحد منه هو ازيد منه ب 31 جول كنت تعمله هو اللي يعمل الميس باس دي فهو انا طلعت عليه مان فانا قاعد اللي هو ايه انا خلاص مش هينفع اعمل معاه فاول اي فاول التايم خلص فانا قاعد بقى اللي هو ايه احاول اقفل عليه ان انا اديله يعني زاويه يباص منها عشان نعرف نقطعها خلاص هنريسك يعني بنلعب على ريسك خلاص فانا اديته زاويه والحمد لله يعني كرم من عند ربنا واحد من عندنا كان واقف في نفس الحته فهو مسك الكوره كده بيعمل كده لان انا قدام بالظبط شوت 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 لا انا مش هشوت دلوقتي استنى قعدت تقرب عشان الزاويه تبقى مظبوطه والجون طبعا ما كانش متوقع الكوره تتقطع فالكعب بالظبط ايوه فانت اخترت الزاويه الصح هو كان تقريبا كان واقف يعني مثلا بعد التسعه بحته كده فهو قبل ما يرجع
تقريبا اتكعبل بقى ما اعرفش ايه اللي حصل. بس فرصه تحط الجون. بالظبط. طب انت فاكر انت شفت الرؤيه وانت في الملعب شفت الجون ده؟ يعني انت كنت فين؟ هو انا كنت ورا، انا كنت ما قدرتش اتحرك، انا مش مصدق اللي بيحصل. انا حطيت ايدي على راسي اللي هو يعني مستني الكره تيجي جون. فطبعا اول بقى ما جت جون يعني انا ساعتها انا تعبت من كتر الاحتفال بسبب اللي انا اللي هو انا خلي بالك اصل ده سلاح ذو حدين، من كتر المبالغه في الاحتفال في دي انت لسه ما كسبتش. ايوه عملتوا بقى في الاكسترا تايم قلتوا لبعض ايه؟ نهدى بقى يعني خلاص احنا جبنا الجيم ونرجع بقى في الملعب. هو مش قوي كده، احنا يعني ثقتنا زادت زي طبعا يعني وهم حصل لهم دروب وهم حصل لهم دروب. طب اسلام ده خدت مركز كام؟ سابع لا تاسع. لا 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 طلعت من 16 اصلا هي تحت. ما هي كان دور ده ماتش 16 وماتش 8. احنا فارو كان ماتش كام؟ 8 8 طيب 8 لا خد الثامن. خد الثامن لا خد التاسع بعد الثمانيه. ما هو تطلع من بره. لا احنا بنلعب في 8. خد الثامن اللي يصعد يخش سيمي فاينل. خد الثامن. خد الثامن طيب. يا سبع يا ثامن خد الثامن. طيب فاكر بقى قول لي الاكسترا تايم حصل ايه؟ واحنا الاكسترا تايم يعني ثقتنا زادت بنفسنا، فاللي هو احنا خلاص احنا الحمد لله ثقتنا زادت وحاسين ان احنا هنقدر خلاص يعني. أيوة. يعني الكوره جت من عند ربنا الحمد لله، فحاسين ان احنا هنقدر وكده. بس ف يعني اللي هو هدينا شويه، الماتش هيجي بالراحه، نهدى وخمس دقائق وخمس دقائق فنهدى وان شاء الله الماتش هيجي وكده. واتكلمنا طبعا هنعمل ايه وكده. حتى ساعتها انا ساعتها عشان انا كنت يعني لعبت كتير في يعني في عندك اخر 10 دقائق. لعبت كتير في الماتش ده يعني. لعبت تمام. يعني اخر 10 دقائق كانوا كلهم يعني صراع. فحتى كابتن وائل كان بيخليني هاجم بس، كان بيخلي احمد طغيان ينزل يدافع مكاني. ايوه وكنت بهاجم بس والراحه خالص واحده واحده وجبنا الفرق. طيب انت فاكر الماتش خلص فرق قد ايه؟ 4 باين ولا فرق 3 4 صح؟ 38 34 انا. طيب والفرق ده حصل في الثاني ولا حصل في الاولاني؟ اكسترا تايم الاول ولا الثاني؟ لا في الاولاني. احنا خلاص هم وقعوا. احنا خلاص احنا ايوه خلصت عليهم يا باشا. خلاص عليهم. احنا خلصنا عليهم. طيب بصوا يا جماعه ده يعني جايزه بيست ليفت وينج في البطوله، بطوله تحت 19 سنه. خلينا اوريها لكم حاجه شياكه كده وحاجه جميله جدا. طبعا معلش نجيب عليها الصوره بس ايوه عليها شويه. حاجه محترمه جدا 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 بلال. ربنا يخليك. يعني طيب قول لي على اللحظه بقى لما اعلنوا ان انت يعني هم طبعا في الاخر في التتويج والحاجات دي بيعلنوا احسن او الفريق الرئيسي او الفريق في البطوله كلها. فاكر اللحظه دي انت كنت واقف كنت متوقعها؟ كنت يعني كلمني عن لحظه نطق اسمك واسمك بيتقال. انا ما كناش في الصاله، فاحنا كنا يعني كنت قدام الاوتيل كده، كنت قاعد زعلان قوي طبعا. كنت عايز تاخد ذهب يعني، كنا عايزين ناخد ميداليه كمان. واللي هو خلاص الذهب راحت يبقى ناخد برونز يعني. برونز طيب. بس فانا واقف قدام الاوتيل فلقيت واحد بيبعت على الجروب بلال اخد احسن انجليزي. انا ما اعرفش انا في ناس قالت لي في فرقه انت ممكن تاخدها وبتاع في المنتخب، بس انت ما اهتمتش. بس اللي هو احنا مركزين اكتر زعلك على البطوله، على البطوله اكتر بكتير. مش مخليك تفكر في حاجه بالزبط. تاخدها فرديه بالظبط. فلما هو بيقول لا خلاص انا وينجف بقول له احلف يعني. لو انا ما اعرفش بجد. انا ما اعرفش بس بعديها بقى هو كان بيتفرج على الماتش بقى اللي شغال او التتويج. بالظبط شاف التتويج فهو اتفرج ولقى ان. طب رحت ازاي الملعب عشان تاخد دي ولا جات لك الملعب؟ جات لي على الاوتيل. جات لك على الاوتيل. انا لو منك سبرنت سبرنت انا كنت اضرب. انا لو منك الصاله بعيده عن الاوتيل يعني مثلا اظن مشي مثلا ثلث ساعه مثلا ماشي. ما فيش فيه هضرب سبرنت 10 دقايق هناك اخدهم ماليش فيه. بس هو طبعا انت عبال ما سالته وبتاع كانت الدنيا. ايوه بالظبط. طب فاكر مين اللي جابها لك؟ حد من الاتحاد الدولي؟ الجايد بتاعت المنتخب اللي كانت موجوده هناك. طب طب لما جت بقى الاوتيل بقى انت خدتها ازاي؟ انا كنت قابلتها ولا زمايلك عملوا ايه لا انا إيه؟ انا كنت داخل اوتيل انا فضلت واقعد تحت اللي هو انا اللي هو كله بقى الفرقه ابتدت تنزل وبتاع اللي هو ايه بقى يبركولي وبتاع. وبعديها وانا واقف تحت لقيتها بتقول لي اتفضل دي الجايزه وبتاع بس. فقلت لها شكرا. سعيد جدا جدا. طبعا حاجه كبيره قوي بس كان نفسنا اكتر ان احنا نعمل حاجه جماعيه. بيعجبني فيك كده على طول. بيعجبني فيكوا كده يعني الهدف يعني دي حاجه كويسه وتسعدني بس ميداليه لبلدنا كانت تسعدنا اكتر. بالظبط. طب انت فاكر انت يعني احتفلت معاه ازاي معاذ بقى تحت في الريسبشن ولا؟ انا لا انا فاكر انا كنت فوق هو داخل في الطرقه داخل شفت فوق انا كنت فوق في الكوريدور في ايوه في الطرقه بتاعت الفندق كده هو كان تحت طلع فانا شايفه في فانا جاي انا جريت عليه كنت واخده وقع فيه على طول. لو احنا يعني قعدنا نزعه مبروك يا بلال وكده وقعدنا يعني طبعًا. يعني احتفلنا بيه يعني يعني طبعًا. كويس يعني. طبعا لما ياخد وينج ليفت وده مكسب لينا كلنا اكيد. خلي بالك هو مش هيحقق ده بدون دعمكم في الملعب. هو ما وصلش ان يحط اهداف او يجري. الوينج ليفت دايما بيبقى اغلب لعبه بيبقى بسبب البلاي ميكر والبلاي ميكر والخط الخلفي والفاست بريك كمان بيكون الموجه الاولى والثانيه. طبعا انتوا ادرى بالكلام ده مني او السنتره السريعه والكلام ده كله. فهو ما كانش حقق ده الا بمساندتكم. فطبعا اكيد يعني ده مش هيجي غير باللعب الجماعي. طب خلينا نتكلم عن طموحاتكم. يعني انت لعيب دايره وما شاء الله بتدافع او بتهاجم
نفسك تحقق ايه؟ وانا اكيد يعني اول حاجه نفسي احققها طبعا في السنتين المرتبطه اللي جايين، كدوري وكاس، وطبعا البطوله الجديده اللي حطوها لنا طبعا هتبقى ثلاثيه في الموسم. ايه البطوله الجديده بقى؟ عرف الساده المشاهدين. هي زي كاس نخبه، بياخدوا التوب 6 في الدوري ويلعبوا بعض زي كده في مجمع كده، بيبقى زي سوبر. ايوه حاجه زي ايوه اسمه سوبر. فده البطوله الثالثه ليكوا. دي المفروض نفسكم تاخد الثلاثيه. ان شاء الله الثلاثيه السيزون دوت واللي بعده ان شاء الله. اتمرنت مع الفريق الاول؟ اتمرنت السنه اللي فاتت حوالي لعبت يعني او حاجه معاهم؟ لا ما لعبتش. وانا اتمرنت اتمرنت حوالي 7 أو 8 تمارين معاهم. طبعا يعني كانت انا تجربه حلوه. كانت تجربه طبعا كويسه جدا، كابتن ديفيز وكابتن محمد ابراهيم. فيعني وكابتن محمد ابراهيم كان فيرود زيي، فطبعا دي حاجه كويسه قوي يعني. صحيح. ايوه كان دايما. دكتورك كام يا معلم؟ طويل انت ما شاء الله. انا 194. ما شاء الله، انتوا جيل طويل يعني، ما فيش حد قصير. طب انت طولك كام يا بلال؟ 187 بس. حلو، ما هو الوينج مش محتاج طول. محتاج طول. محتاج سرعه. محتاج محتاج. طيب يعني انت بتلعب وينج ليفت، بتلعب ايدك اليمين صح؟ اتمرنت مع الدرجه الاولى؟ اتمرنت مش كتير بس اتمرنت معاهم. طيب. السنه دي في حد منكم اتمرن يا كابتن هشام؟ قال لي لا احنا عشان مركزين، فكابتن مستر ديفيد ديفيد اغلب الفرقه، وانا يعني توقعت ده. ايوه احنا كل يعني الفرقه بتمرن مع بعض. طب خلينا نتكلم عن يعني طموحاتكم وامالكم مع الفريق الاول. الفريق الاول كل واحد منكم عارف مين اللي فوق، وعارف طبعا وضعه ايه. شايفين انتوا قادرين على المنافسه دي؟ يعني انت قادر ان انت تخش المنافسه دي مع اللعيبه دي، ونفسك تاخد فرصتك، والمنافسه شرف يعني. اكيد ما فيش حد في مصر ما نفسوش يلعب درجه اولى في النادي الاهلي، ده شرف لاي حد، ويعني اي حد يتمنى ان هو يلعب دقيقه في اي ماتش. بس احنا قادرين يعني ان شاء الله قادرين، طبعا كرم ربنا طبعا ان شاء الله. ويعني احنا ان شاء الله مستنيين الفرصه ان شاء الله نبقى قدها، وان شاء الله هكون قدها. وخلي بالك الموسم طويل، الفريق الاول عنده 7 بطولات بالظبط. مستحيل مستحيل فرقه هتكمل بالسكواد بتاعها، بس هتحتاج من 2004 يعني. ربنا يحفظهم كلهم. اجهاد نفس حاجه الاجهاد طبعا يعني، ربنا يحفظهم يعني. بس الاجهاد هيبقى مستحيل يعني نتمنى ان حد يحصل اي حاجه عشان طبعًا. اي بالظبط طبعا، ودي روح العاليه. بس انا بتكلم انه عدد ماتشات كبيره، وهيبقى فيه اجهاد لازم هيستعين ان شاء الله. لو ارهاق واجهاد طبعا ده اكيد هيكون فرصه، والفرصه تجايه اكيد هتستغلها كويس ان شاء الله. طب معاذ انت نفس الكلام برضو، انت فوق عندك لعيبه كتير يعني. عادل ما شاء الله عامل شغل كويس في الهجوم، عندك ابراهيم المصري في الدفاع يعني صخره احسن مدافع في افريقيا، ياسر سيف كمان عمل كويس، عبد العزيز برضو. فانت شايف ازاي، شايف الدنيا ازاي فوق، وانت جاهز للفرصه ولا لا؟ هو انا ان شاء الله جاهز، وحاليا وشغال على نفسي اللي هو ان انا هجهز لحاجه زي ديت. طبعا لسه قدامي سنتين، بس طبعا يعني من دلوقتي شغالين من دلوقتي شغالين. انا قدامي سنتين لسه، عبال ما اللي هو بقى خلاص ابقى يعني اطلع هنا، اطلع في فيرست تيم ان شاء الله. بس طبعا شغال على نفسي، وانا شايف ان انا هقدر ان شاء الله يعني اشارك وابقى في المنافسه. بس ان شاء الله يعني ربنا يكرمني كده ويطلع السنه دي مثلا. انت لسه عندك فرصه تلعب بطوله عالم كمان؟ لسه عندنا بطوله عالم كمان. هتبقى في افريقيا الاول ولا هيبقى في افريقيا؟ اظن افريقيا. انتوا الاثنين سن واحد صح؟ طب افريقيا السنه الجايه فين؟ هو ممكن اظن ما تحددتش لسه، تحدد قبل ما القرعه تتعمل. والله تيجي مصر يعني يا رب. بس مصر بتخش على بطولات عالم، افريقيا ما مصر لا افريقيا افريقيا فيرست تيم في مصر في يناير. في يناير انا بتكلم على الشباب. شباب زمان كتير في الشباب ما شفتش بطوله افريقيا في مصر. يعني ممكن تبقى في الكونغو تقريبا، تونس تقريبا. افريقيا بتاعتنا في تونس، انا عارف كاس عالم في سلوفينيا. سلوفينيا جامده، سلوفينيا جامده، سلوفينيا. بس ان شاء الله انتوا لسه عندكم فرصه، وطموحاتكم طالما بادئه من دلوقتي ان شاء الله لما توصلوا لفريق الشباب، لان انتوا ناشئين، لما توصلوا لفريق الشباب اكيد ان شاء الله هتبقى يعني هتكونوا حققتوا اللي انتوا عايزينه. طيب هل ضرب من احد منكم كلام مع مستر ديفيد ديفيز، ولا كنتوا بتمرنوا بس في السنه اللي فاتت؟ انا مستر ديفيد طبعا بارك لي، وكابتن محمد ابراهيم وكابتن ياسر وكابتن وكابتن احمد سالم، كل الجهاز كله يعني بارك لي. هو كابتن ديفيد بس قال لي كلمه واحده. قال لك ايه؟ قال لي ما تريحش دلوقتي بس. طب انت فاهم معنى الكلمه ايه بقى؟ ان انا عملت حاجه الحمد لله حلوه، فان انا افضل استمر في ان انا اطور نفسي اكتر، ان انا اتعب اكتر، ان انا ابقى عايز ابقى احسن في كل حاجه بقى. انت عارف الكلمه ممكن يقول لك، ممكن يقول لك اتعب كمل كمل شغل، بس هو قال لك حاجه ثانيه غريبه، قال لك ما تريحش. ما تريحش دلوقتي. عارف كلمه حلوه لو ما اسمع. ما تريحش يعني ايه؟ ما تفكش. ايوه بالظبط، اللي هو ما تشوفش ان انت عملت حاجه يعني كبير كده فخلاص بقى انا عملت كده، وان انا اريح وبتاع. وانا حتى مع نفسي مش شايف ان ده اوبشن بالنسبه لي، ان انا عملت حاجه كويسه.
اه بالظبط. حاسس انت لسه ما وصلتش بالظبط. انا يعني انا لسه ناشئين، انا لسه ما وصلتش فيرست تيم، لعبت فيرست تيم كنادي اهلي او منتخب. ف كويس ان انت حاسس الاحساس ده بالظبط، واللي انت كتبته على الجروب بجد بتتكلموا بجد. انا خدت احسن وينج، فدي بتبقى حلوه ان انت شايف ان انت ما عملتش حاجه، وده برضو بدايه النجاح. يا رب يوفقك. خطوه كبيره، بس خطوه ان انت تستمر عليها. انا فلان خطوه تستمر، ان انت تستمر وتبان بالظبط ان دي بدايه، اللي جاي ان شاء الله اكتر واكبر بكتير ان شاء الله. خلي بالك نفس الكلام يا معاذ، ممكن تكون انت وصلاح ما خدتوش جايزه، ولكن خدت خبرات لا تقدر بثمن. يعني ماتشك مع الفارو ده في النهايه وانت موجود في الملعب في اخر دقيقه ونص، دي لوحده جايزه. برضو نفس الكلام صلاح لما كان لعب ماتش كرواتيا وادي فيه اداء كويس جدا، ده ميداليه وده لوحده بطوله، لان انت بتاخد خبرات كبيره. انت حاسس بالخبرات دي، حاسس ان انت عمال كل يوم تكتسب خبرات بتتحط معاك في الصندوق، في يوم من الايام هتقدر تفيها بيها النادي بتاعك؟ اكيد طبعا. يعني خبرات كاس عالم كله من اول ماتش لاخر ماتش، وكل ماتش بيدي يعني خبرات اكيد. انه اول ماتش في كاس عالم فدوت يعني ده يعني بيدي اللي هو ايه ثقه في النفس طبعا. واخر ماتش اللي هو كرواتيا دوت اللي هو لا انت لازم بعد كده ان هو تفكر يعني تعلم اكتر بالظبط كده. معاذ انا بتمنى لك كل التوفيق، يعني لعيب مشروع لعيب هايل، وان شاء الله تتوفق. معاذ عجب نجم طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر 2004، نورتني وشرفتني يا معاذ. طبعا بلال ابراهيم احسن وينج ليفت في بطوله العالم، نورتني وشرفتني، اتمنى لك كل التوفيق. انا بس ممكن طبعًا اشكر طبعًا بس اهلي، شكرا بجد. والدي ووالدتي بجد تعبوا معايا قوي في السنين اللي فاتت كلها، فانا بشكرهم قوي يعني. ربنا يبارك لك فيهم ويبارك لهم فيك. يعني كويس انت افتكرتهم في لحظه زي دي، واحنا كمان مسوم واكيد طبعا نفس الكلام. يعني طبعا يعني شكرا لبابا ومامتي طبعا. يعني تعبوا علي، تعبوا معايا بطريقه يعني مش طبيعيه الصراحه، بالذات ان انا كنت في قبل كده عام في ثالثه ثانوي. يعني انا يعني في الفتره الاعداد، فهم طبعا تعبوا معايا طبعا. بابايا لما كنت بحتاج كتب بيجيبها لي، وبحتاج حاجات بيجيبها لي طبعا، ومامتي طبعا يعني تعبت معايا في حاجات كتير. ربنا يخليهم. بر الوالدين هو الطريق اللي او الاداه اللي هتمهدلكوا الطريق للنجاح ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده مع ابطالنا نجوم اليد 2004 رابع العالم. شفتوا قد ايه احلامهم، شفتوا قد ايه طموحاتهم، اخلاصهم لنادي الاهلي ومنتخب مصر. بشكركم شكرا جزيلا، ولحلقه جديده مع الابطال.